اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك خلال خطبة صلاة الجمعة ومنعت عددا من المصلين من دخوله لأداء الصلاة. واعتدت قوات الاحتلال على الشبان ومنعتهم من دخول المسجد الأقصى من باب الأسباط، ودققت في هويات الوافدين إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة. كما اقتحمت باحاته من أمام قبة الصخرة المشرفة أثناء خطبة وصلاة الجمعة.